رجع موريتانيا الان، موريتانيا في الهجوم، ثمان كره من بسام، امتلاك الفريق الموريتاني محاوله خطيره، والواحد صفر، الواحد صفر، هدف للفريق الموريتاني، الفريق الموريتاني ادى بقوه عن طريق حسن عيد، والليل عيد يا ابو رابيتون، حسن عيد يعلن عن امتلاكه المرابطون، المرابطون هنا في لواندا من اجل كتابه الروايه. هنا الخطا قام بعرقله جاسينتو اللاعب رقم 10. جاسينتو مونتو تالا يلعب ريو افي في البرتغال، يعني بعد العثره كان ممكن يتابعه دون ان يحتك به، قام بالعرقله. عبدول باو ضربة جزاء للمنتخب الأنغولي. في التنفيذ تاكوستا اللي يتألق إبراهيم فرهوم، إبراهيم سليمان حارس مرمى المرابطون في مواجهة تاكوستا، في مواجهة تاكوستا، تاكوستا يتقدم، تاكوستا هدف التعديل، هدف التعديل كان قريب جدا إبراهيم، ولكن تاكوستا كم حولة خطيرة. الكرة طبعا من الدفاع الموريتاني، بينما التسديد، والتسديد مرة ثانية، أعطيني الصورة، أعطيني الصورة، هدف ثاني، هدف لصالح الفريق الأنغولي على هذا تسديد تاكوستا، مرة ثانية تاكوستا، تاكوستا يسجل كرة أسكنها تاكوستا الشباك، يعلم من خلالها اللاعب ماتيوس غاليانو. تاكوستا تقدم أنغولا بالهدف الثاني، الهدف الثاني عن طريق ماتيوس غاليانو. تاكوستا لاعب لينشط مع فريق بوافيستا، سجل ثاني أهداف في لقاء اليوم، هذه المرة على هذه الكرة ارتدت ترجع بتسديدة من خارج المنطقة. الحارس يسأل إبراهيم، يسأل جماعية ولكن بسيط، ليس في قوة وميزان المنتخبات الأفريقية القوية القوية. كرة عند اللاعب ألفريدو، محاولة للفريق الأنغولي خطيرة، والحارس الهدف الثالث، الهدف الثالث. المتابعة عن طريق اللاعب جالما، جالما يسجل الثالث، جالما كامبوس. تلقى الان جيرالدو، 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 مر جيرالدو، 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 محاولة خطيرة، والهدف الرابع، والهدف الرابع عن طريق اللاعب ياسينتو، ياسينتو يخليها أربعة.